مكنت مصالحنا بأم دائرة منصورة بأم ولاية تلمسان بالتنسيق مع مصالح الجمارك بتلمسان من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 3 أشخاص مسبوقين قضائيا، أحدهما محل أمرين بالقبض في عدة قضايا مماثلة. العملية جاءت على إثر معلومات وردت إلى مصالحنا مفادها قيام أحد الموقوفين بترويج المخدرات بالوسط الحضري بإقليم الاختصاص ليتم توقيفه برفقة شريكه، توسيعا لدائرة التحقيق وتحت إشراف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان مكن من حجز 25 كيلوغرام من المخدرات كيف معالج مع توقيف شخص ثالث ضالع في القضية، وحجز مبلغ مالي من عائدات الترويج قدر ب 24 مليون سنتيم من دار ليلي وسلاح أبيض من الحجم الكبير إضافة إلى 3 مركبات. تم إنجاز إجراء قضائي بموجبه سوف يتم تقديمهم أمام النيابة المختصة إقليميا.